قالت الرئاسة الفلسطينية إن استمرار هجوم نتنياهو وحكومته على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة يتسق مع الحملة التي تشنها وسائر أعلام غربية بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني. وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذه التصريحات تأتي استكمالا للحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وحرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة والضفة الغربية.